ننتقل مع حضراتكم إخواني الكرام إلى مقصد آخر جعلته منفردا لما فيه من نقاش بين علماء الأصول، وهو حفظ مقصد حفظ العرض. إن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي بالضروري أولى أن يكون ضروريا، وقد شرع بالجناية عليه الحد، يعني الجناية على العرض بالقذف، القاذف له عليه الحد، وهو أحق بالحفظ من غيره. فإن الإنسان قد يتجاوز عمن جنى على نفسه وماله، ولا يكاد أحد يتجاوز عن الجناية على عرضه. ولهذا كان أهل الجناية يتوقعون الحرب العوان المبيدة للفرسان لأجل كلمة. وفي ذلك يقول الشاعر: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقوله. إن الطعن في عرض الإنسان بمعنى قذفه أو قذف أسلافه أو من يلزمه أمرهم يكون المنع منه من باب المحافظة على ضروري آخر، وهو النسب أو النسل. فبناء عليه تكون المحافظة على العرض هنا تكميلية أو حاجية. إذن هذا وجهة نظر بعض العلماء، قالوا حفظ العرض ليس ضروري، وإنما هو تكملة لحفظ النسل أو النسب، لذلك هو مقصد حاجي. أما الطعن في العرض بالشتم والذم غير القذف، كذم بأنه بخيل أو ظالم أو غيبته أو نحو ذلك، فهذا وإن كان محرما غير أنه لا يصل إلى درجة الضروري، وإنما هو مقصد حاجي. فالعرض قسمين، منه ما يرجع إلى حفظ النسب، وهذا مقدم على المال، وبالتالي هو من الضروريات أو مكمل للضروريات، ومنه ما لا يرجع إلى حفظ النسب كشتم الإنسان بغير القذف ووصفه بالبخل والظلم ونحو ذلك، فهذا لا يقدم على المال ولا يصل إلى مرتبة الضروري، بل هو حاجي. ما هي الوسائل الشرعية التي وضعت لحفظ مقصد العرض؟ أولا تحريم سب الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه ما لم يكن صاحبه كذلك. من ذلك أيضا تحريم الغيبة. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. من ذلك فرض العقوبة على القاذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقد جعل الله للقذف 3 عقوبات: عقوبة بدنية وهي 80 جلدة، أدبية وهي عدم قبول شهادته بعد طعنه في أعراض الناس، الثالثة وصفه بالفسوق والخروج عن طاعة الله. والمقصد من حد القذف المحافظة على ثقة الأقارب بعضهم ببعض، ودفع تعيير الإنسان بالقدح في نسبه، ورفع الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلوب الرجال للتشكيك في زوجاتهم، والحد من انتشار الفاحشة. فإنه عندما يكثر الحديث بالقذف بالزنا تتعود القلوب ذكرى هذه الجريمة، ثم ينعدم إنكارها واستبشاعها من القلوب. رابعا فرض عقوبة تعزيرية على من قدح في الآخرين فيما دون القذف. خامسا تحريم إثارة الشائعات وترويجها. قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ننتقل مع حضراتكم إخواني الكرام إلى المقصد الأخير الخامس أو السادس، وهو مقصد حفظ المال. المال في الحقيقة وسيلة وليس غاية، فهو وسيلة لمصالح الدين والدنيا، وإذا خرج عن كونه كسب حلال وإنفاق في طريق الحلال فإنه يكون وسيلة لشر عظيم في الدنيا والآخرة. ومسلك الإنسان هو الذي يحدد علاقته بالمال، إما أن يناقض مقصود الشارع أو يوافقه.
يقول الإمام الغزالي رحمه الله: المال مثله كمثل الحية، فيها سم وترياق، وفوائده ترياقه، وغوائله سمومه، فمن عرف غوائله وفوائده أمكنه أن يتحرز من شره ويستدر من خيره. من مقاصد المال كما ذكرها الإمام الغزالي: واحد، أن ينفقه المسلم على نفسه إما في عبادة أو في الاستعانة على عبادة. أما العبادة فكالحج والجهاد، فإنه لا يتوصل إليهما إلا بالمال، وهما من أهم القربات. وأما ما يقويه على العبادة فذلك هو المطعم والملبس والمسكن والمنكح وضرورة المعيشة، فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر كان القلب مصروفا إلى تدبيرها فلا يتفرغ للدين. من مصالح المال ما يصرفه الإنسان على الناس، وهو أربعة أقسام: الصدقة والمروءة ووقاية العبد وأجرة الاستخدام. لن نفصل. من مقاصد المال ما لا يصرفه الإنسان إلى إنسان معين ولكن يحصل به خير عام، كبناء المساجد والقناطر والرباطات والمستشفيات وغير ذلك من أنواع الخيرات. من مقاصد المال الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر، والوصول إلى العز والمجد بين الناس، وكثرة الإخوان والأصدقاء والوقار والكرامة في القلوب، فكل ذلك مما يجلبه المال من مصالح دنيوية. ما هي مفاسد المال كما ذكرها الإمام الغزالي؟ مفاسد المال أنه يدعو إلى المعاصي، فإنه يمكن منها، وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء، والصبر مع القدرة أشد. مفاسد المال أنه يدعو إلى التنعم بالمباحات، فينبت على التنعم جسده ولا يمكنه الصبر عنه، وذلك لا يمكن استدامته إلا بالاستعانة بالخلق والالتجاء إلى الظلمة، وذلك يدعو إلى الإنفاق والكذب والرياء والعداوة والبغضاء. من مفاسد المال أنه يلهي عن ذكر الله الذي هو أساس السعادة الأخروية. ماذا نقصد بمقصد حفظ المال؟ كما يقول الإمام الطاهر بن عاشور: نقصد بمقصد حفظ المال حفظ أموال الأمة من الإتلاف ومن الخروج إلى أيدي غير الأمة بغير عوض، وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض، ثم إن حفظ الأموال الفردية يؤول إلى حفظ مال الأمة، وبه يحصل حصول الكل بحصول جزئه، يعني حفاظ على مال الأفراد وحفاظ على أموال الأمة. ما هي الوسائل الشرعية لحفظ المال؟ أولا، بيان طرق التكسب المشروع والحث عليها. يقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالعمل وسيلة لاستخراج معظم منافع الأرض، وهو أيضا طريق لإيجاد الثروة بمثل الاتجار، وقوامه سلامة العقل وصحة الجسم، وسلامة العقل للتمكن من تدبير طرق الإثراء، والصحة لتنفيذ التدبير مثل استعمال الآلات واستخدام الحيوان ومنه الفرس والزرع والسفر لجلب الأقوات إلى غير ذلك. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على الإنسان فقالوا: هو الذي يسيركم في البر والبحر، وقالوا آخرون: يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله. من وسائل حفظ المال تحديد وجوه إنفاق المال المشروع وتنظيم الملكيات. هناك عندنا فقه كامل في الشريعة اسمه فقه الملكية. فقد شرح القرآن قانون الاختصاص بالأموال في آيات المبايعات والربويات والمداينات وقسم المواريث ومواجب النفقات وقسمة الغنائم والصدقات والمناكحات، وعرف كيفية ذلك التخصيص عند الاتهام بالإقرارات والأيمان والشهادات. رابعا، وضع نظام يحفظ أموال الأمة ويوزعها على أفراد بالعدل، وتنظيم التعامل بين الناس على أساس العدل. خمسة،
منع وسائل الكسب التي فيها اعتداء على حقوق الآخرين وظلم لهم. 6. وضع عقوبة وحد لضمان بقاء المال عامل بناء في المجتمع لا عامل هدم، فوضع حد السرقة وحد قطع الطريق والتعازير التي تقام على من ينحرفون بالمال عن وظيفته الصحيحة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: وإيجاب زجر الغصاب والسراق، إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها. من وسائل حفظ المال شرع الإسلام الدفاع عن الأموال المحترمة، واعتبر الموت في سبيل ذلك شهادة، وحرم الإسراف والتبذير، وشرع الحجر على من لا يحسن التصرف بالمال، وأمر بتوفيق الدين بالكتابة أو الرهن، إلى غير ذلك من التعاليم والأحكام. بذلك إخواني الكرام ننهي هذه المحاضرة، نأمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.